استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البطين بأبو ظبي وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والمشاركين في الاجتماع الرباعي لمناقشة سبل تنسيق المواقف وتطوير آلية التعاون لمواجهة آفة دعم وتمويل واحتضان التطرف والإرهاب. تبادل سموه التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع كل من سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام ومعالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية. حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد خلال اللقاء أن الإعلام يؤدي دورا محوريا بوسائله كافة في مواجهة خطاب الكراهية والفكر المتطرف، مشيرا سموه إلى أن مواجهة الإرهاب تكمن في اجتثاث جذوره الفكرية المنحرفة وكشف زيف خطاب التنظيمات الإرهابية واستغلالها الدين الإسلامي السمح للتغرير بالشباب في المنطقة العربية والعالم. قال سموه أن محاربة التطرف والإرهاب إعلاميا وفكريا لا تقل أهمية عن محاربته أمنيا وعسكريا، بل قد تكون أكثر أهمية لما للإعلام من تأثير مباشر في نشر قيم التسامح والتعايش المشترك وقبول الآخر وترسيخ الإيجابية في المجتمعات. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية العمل ضمن استراتيجيات استباقية قائمة على شرح مفاهيم ومضامين الخطاب الإسلامي المعتدل والمنفتح على الآخر والخطاب الداعي إلى السلام والتسامح وبث روح الأمل والخير في المجتمعات وفتح التنظيمات والجهات التي شوهت المعاني والقيم النبيلة التي يحملها الدين الإسلامي الحنيف. دعا سموه وزراء الإعلام إلى تطوير الاستراتيجيات والخطط الإعلامية بما يضمن الوصول الأفضل إلى الرأي العام بفئاته كافة ويقطع الطريق على أصحاب الفكر والأفكار المتطرفة عبر تفعيل جميع الأدوات الإعلامية خاصة أدوات الإعلام الجديد التي باتت الوسيلة الأفضل لمخاطبة الجمهور وتحديدا فئة الشباب التي تستهدفها التنظيمات الإرهابية.